وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. يعني بعد التحية شهدنا قبل قليل انطلاق فعاليات هذه المبادرة، مبادرة شارع الصحة، وبها العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن المصري. كيف كان رد الفعل من الصحفيين الموجودين وأيضا وسائل الإعلام المختلفة وأيضا ما تواتر من أخبار وحول هذا المنتدى والاهتمام بصحة المواطن بهذا الشكل حتى في مدينة الساحل الشمالي؟ أرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة. كما تحدثت، هو اهتمام كبير اليوم بهذه الخدمة التي تقدم في مهرجان العالمين الجديدة بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الصحة في وجود هذه الخدمات الصحية التي تقدم لرواد المهرجان. ردود فعل كبيرة ومرحبة بهذه الخدمات نظرا لأهميتها في هذه الفعاليات، فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، بحيث أن يأتي الزوار ورواد المهرجان ليتمتعوا بالفعاليات الموجودة وأيضا يتمتعوا بالخدمات الصحية التي تقدم لهم في شارع الصحة الذي تم تدشينه اليوم بعد إطلاق المؤتمر الصحفي الذي كان بين وزير الصحة والسكان والأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تم التأكيد طبعا من خلال وزير الصحة على أهمية هذه الخدمات، ووجه الشكر للشركة المتحدة على تنظيم هذا المهرجان المتنوع سواء بالفعاليات الترفيهية أو حتى بالخدمات المتكاملة لرواده، وأيضا أكد على أنه سيكون هناك خدمات صحية قادمة في فعاليات مهرجان العالمين، منها مبادرة 100 مليون صحة، وأيضا أكد على وجود السيارات المتنقلة والثابتة والعيادات المتواجدة على مدار أيام المهرجان لتقديم كل الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين. بدوره بالطبع يعني الأستاذ عمرو الفقي وجه الشكر لوزارة الصحة على الاستجابة لتقديم الخدمات رواد المهرجان، وأكد الأستاذ عمرو الفقي على وجود مزيد من الخدمات القادمة لكل رواد مهرجان مدينة العالمين الجديدة. ما رأيناه اليوم يؤكد حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توافر كل الخدمات. رأينا كل السيارات الخاصة بالتخصصات المختلفة، سواء بنتحدث عن عيادة الأسنان أو حتى عن صحة المرأة التي بها عدد كبير من الأجهزة الطبية المتطورة الكشف المبكر على سواء الأورام السرطانية أو حتى بعض التشخيصات الخاصة بالمرأة أو حتى بالمبادرة الخاصة ب 100 مليون صحة، وهي ستكون لأول مرة في الساحل الشمالي، ستقدم كل الخدمات للمواطنين المترددين على فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. رأينا أيضا التجهيزات الموجودة في سيارات الإسعاف المنزلية التي ستذهب إلى المنازل يعني الاستجابة للحالات التي لا تستطيع الخروج من المنازل. أيضا وزير الصحة أكد على استعداد كل المستشفيات في محافظة مطروح وتحديدا في مدينة العالمين الجديدة لتقديم كل الخدمات الصحية على الوجه السريع والعاجل لكل المترددين على مدينة العالمين الجديدة. ما رأيناه اليوم أيضا يؤكد على مدى جاهزية وزارة الصحة والخدمات التي يعني بدأت من الآن في العمل وفي الاستعداد لاستقبال أي من الزائرين المترددين على العيادات الثابتة، بل هناك بعض القوافل أيضا التابعة لوزارة الصحة تحت شعار جايين لأهالينا لتقديم خدمة التوعية الصحية المختلفة للمواطنين والزائرين في مدينة الساحل الشمالي، وأيضا بعض الأكشاك الخاصة بوزارة الصحة لتقديم هذه الخدمة وتوعية المواطنين بوجود هذه الخدمات. نعم. لتقديم ما يمكن تقديمه من الخدمات الصحية المختلفة. فنحن نتحدث عن تواجد كبير وتعاون مهم اليوم في إطلاق شارع الخدمة الصحية بجوار النورث سكوير وأمام المنطقة الترفيهية الخاصة بمدينة الألعاب الرياضية. بدأ الانطلاق، أيضا نشير إلى أن هناك كان هناك يعني جولة ترفيهية للأطباء المشاركين في هذه المبادرة من مختلف المستشفيات ومن مختلف المحافظات، عبروا عن سعادتهم بتواجدهم في مدينة العالمين الجديدة وبمهرجان العالمين، وأيضا أنهم مستعدون لتقديم كل الخدمات الصحية المختلفة، وسيكون هناك بعض الجولات بالطبع في النورث سكوير وفي المدينة التراثية. والتعاون المهم والأكبر اليوم بين الشركة المتحدة ووزارة الصحة والسكان من داخل مدينة العالمين الجديدة. عودة إليكم مرة أخرى. شكرا على كل هذه المعلومات الوفية. محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة.